لم تصل إليه إيد التطوير والتنمية على امتداد من أول أسوان لغاية اسكندرية لغاية حدودنا مع لغاية السلوم. مفيش مكان في مصر اللي مفيش شغل بيتعمل لصالح أهلنا مواطني مصر يعني بالكامل. طيب وإحنا شغالين في ده كان في خطة شغالين بيها وفي رؤية للدولة تجاه شكل الدولة المصرية ومكانتها واقتصادها خلال العشر لغاية 2030. لكن خلي بالكم احنا تعرضنا لما يعني لأزمتين. الأزمتين دول احنا ما كناش سبب فيهم خالص. يعني الأزمة كورونا اللي كان ليها تأثير كبير جدا على العالم احنا مش السبب فيها. وحتى الحرب الروسية وأثرها احنا برضو كمصر يعني ما خدناش قرار ورطنا فيه الدولة المصرية، وبالتالي انعكاس ده هو يعني القرار الصعب او القرار الخطير او اي اجراء في عدم رشد من الدولة هو تسبب فيما نحن فيه. احنا في ازمة صحيح، وانا بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح، احنا في ازمة صحيح، لكن هو تحدي من ضمن التحديات كتير اللي احنا قابلناه. هو احنا تحدي الارهاب اللي احنا قابلناه خلال من 2011 و12 هو كان في ناس تقول يا ترى الموضوع ده هيخلص ولا مش هيخلص، موضوع الارهاب ده هيخلص ولا لا، الاستنزاف بتاع مواطنين شباب مصر والحاله بتاعت عدم الاستقرار ديت هتنتهي امتى. وكنت انا اقول لكم ان شاء الله بجهد الناس وبدم المصريين هينتهي، والحمد لله رب العالمين. واحنا بنتكلم كده برضو في برنامج لتطوير كبير قوي لأهلنا في سيناء.